كان يعني العمل السياسي اليوم كاينه ثقافه اخرى جديده. فاذا كنا بغينا نصلحوا البلاد، انا ما نقولش لتا شي واحد كاين غير العداله والتنميه، غير صحيح. كان اخيار في مختلف الاحزاب، كان اخيار في المجتمع المدني، كان اخيار في المواطنين عامه، ولكن خصهم يشوفوا النموذج. النموذج هو انتم الى حد الان شرفتم بلدكم. خصكم تزيدوا تشرفوها، لانه انتم دايرين هنايا الاعلام ضروره لا خيار. انا نقول لكم ماشي الاعلام هو الذي ضروره لا خيار، الاستقامه هي اللي ضروره لا خيار. شتي الاستقامه واخا ما ديرش الاعلام غيجيب الله اللي يهضر عليك. دابا سي سعيد خيرون هذاك فين كنت؟ هذاك الشيباني اللي لقيتي قلتي لي في قرون الجبال، واش قرا في الانترنت على عبد الاله بن كيران؟ هو صافي. قال لك سي سعيد واحد النهار عيط عليا في التليفون قال لي سي عبد الاله كان كيدير الحمله واقيلا في 2011، قال لي راه لقيت واحد السيد في قرون الجبال، قال له واش انت مع السيد بن كيران ياك؟ هكذا قال له واش انت مع السيد بن كيران؟ قال له سلم عليه، قال له ندوزو لك دابا. تي راه هنا يعني انتم خدموا مزيان وخدموا بطريقه جيده ورفعوا المستوى ديالكم، والاعلام حتى هو بطبيعه الحال ماشي ما غديروش غادي نديروه. فهمتي راه واحد القضيه ديروها في البال ديالكم، راه ما كاينش شي مدافع غيدافع عليكم صحيح بعد الله تعالى الا خدمتكم. راه ملي وليت رئيس ديال الحكومه الاخوان كتشوف واحد العدد ديال الامور درتها الهمني لها الله، ولكن اعطاني شويه ديال الذكاء فهمت بلي هذيك خاصها تكون. ولكن كانت واحد الحاجه اخرى بكل صراحه، واخا انا ماشي مجبد بزاف ولكن انا كنفهم شي مرات، عرفت بلي ما كانش اللي غيدافع عليا. انا كنشوف قدام عينيا، كنشوف الوسط فينا انا على تيسحب لك بلي كتكون الفوق في هذاك الاوساط والمئات ديال الناس، ها الرؤساء ديال 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 المؤسسات العموميه، ها الوزراء، ها كبار المسؤولين، ها الممثلين ديال الدبلوماسيه، بحال اللي كتكون مع الاخوان ديالك. ملي كتشوف تمايا كتعرف راسك فينك، وكتعرف شنو هو اللي صحيح عندك شاد فيه وواقف عليه واللي ماشي صحيح. عرفت راسي باللي في هذاك الوسط ما كاينش اللي غادي يدافع عليا قد الخدمه ديالي بحسن توفيق الله، وكذلك كان. مشيت للملفات اللي ما بغاها حتى واحد وقلت هذه الواجب ديالي، لاش جيت انا كاع باش نكون رئيس ديال الحكومه الا ما نواجهش هذا الشيء، وواجهته. وهذاك الشيء هو اللي دافع عليا بفضل الله تعالى تبقيت رئيس ديال الحكومه 5 سنوات. كتعتقدوا الضربه ديال 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 الشباط مع الاسف اللي كانت في 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 2013 كتعتقدوا كنا غادي نبقاو فيها بعد منها في رئاسه الحكومه؟ عمرنا ما كنا غادي نبقاو بعد منها، كنا غنمشيو في حالتنا. ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتنا وبقينا حتى الاخر ومشينا، ومشيت انا ولكن الحزب ما مشاش، باقي الحزب كيترأس الحكومه. لو كان العمل ديالنا ماشي مزيان وماشي قوي غادي يبقى الحزب كيترأس الحكومه؟ غادي تعاود تنجح؟ عاود يصوتوا عليك الناس 2015، عاود يصوتوا عليك 2016، ويعاود يعين جلالة الملك. وفي الاخر داروا داك الاخوان ديال ديك الاحزاب داك الحكايات ديالهم، وفي الاخر كانت النتيجه مشيت انا ولكن جابوا سعد. وباقي الحمد لله رئيس الحكومه الى الان. اين هو المشكل؟ وهذاك الشيء اللي درت قول لهم يحيدوه الناس من الدماغ ديالهم. دابا الحال الان باقي الناس كيعيطوا عليا من كل فج عميق. كنقول لهم راه انا ما بقيتش رئيس الحكومه، تيقول لك واخا سي عبد الله حنا عارفين ولكن انت اللي غادي تفك لنا هذا المشكل. وكنوض نرغب على وعدي وسعدي، شي مرات داك الشيء كينجح شي مرات. راه كاين فيكم رؤساء الجماعات اللي كنتصل بهم، راه البارح اتصلت بالاخوان ديال قلعه الصرغنه الى اخره. اسمعوا الاخوان الله يجزيكم خير، ارجوكم انا نقول لكم ما نخافش عليكم، ما نخافش عليكم من
شي حاجه توقع لكم ولا ان يصيبكم الزلزال السياسي او شيء من هذا القبيل، شي ما خايفش عليكم منه، اللي قدرها الله تكون. الزلزال ما كيشاور حد، انا خايف عليكم غير من ريوسكم. هذا الشيء اللي جيت لعندكم اليوم باش تبقوا في المستوى، تبدلوا وجود، تحسنوا الكفاءات ديالكم الايمانيه والعمليه والتقنيه والعلميه والفنيه، كل ما تستطيعوا وتفوضوا امركم الله.